تريد تيم مكون من 3 دكاتره، الثلاثه خارجين فيجينيا تيك في بلا بروجرام، 2 منهم من جامعه اسكندريه، دكتور محمد مرسي ودكتور باسم خضار. انا مديت الابحاث العلميه في برج العرب، معهد الفيماتيك ريسيرش. انا اسمي محمد عزب الثالث، اللي هو محمد مرسي. البروجكت اللي احنا جايين نقدمه النهارده ان شاء الله بيتكلم عن ديفنس بلاتفورم مبني على شان سكيور سمارت جريد باسم سيتويشن اند كونتكست اوير كروس لاير ديفنس فريم ورك فور انهانس سمارت جريد سكيورتي. عشان الاسم مكعبل شويه ان شاء الله هنحاول نختصره. دي مجموعه من الببليكيشنز والنومينيشنز اللي قدرنا ان احنا نعملها في الفتره بتاعه الهوستنج اللي عملها لنا سمارت سي اي هنا. في 3 ابلكيشنز، 2 منهم فعلا اتقبلوا ان شاء الله هنسافر لهم الشهر الجاي، والثالثه اندر فيو. والبروجكت دوت عملوا نومينيشن كواحد من 14 مشروع اللي اختاروهم من اصل 144 مشروع في اليورو مات ايفنت اللي كانت عاملاها هورايزون 2020 عشان تختار البروجكت اللي ممكن يكون ليها بوتنشال في الاكسبتنس لما تتقدم في الاتش 2020، على اعتبار انها تروح تقدم نفسها وتبدا تدور على بارتنر في الاتحاد الاوروبي من الناس اللي كانوا حاضرين. البروجكت الحمد لله اختاروه، ودي البرزنتيشن دي يمكن تمثل جزء كبير من اللي احنا قدمناه هناك في البرزنتيشن بتاعتنا نفس البروجكت. البروجكت بيتكلم عن سكيورتي فريم ورك للسمارت جريد. قبل ما اخش في التفاصيل بتاعت المشروع بتاع السكيورتي نفسه، تعال نقول بشكل مبسط ايه هي السمارت جريد وهي ليه محتاجه لسبيشال سكيورتي كونسيدريشنز. سمارت جريد هو التطور بتاع شبكه الكهرباء اللي احنا بنشوفها دلوقتي، سواء بالشكل اللي يمكن يكون عتيق شويه عندنا هنا في مصر، او الاشكال الاخرى الاكثر تقدما، ستيل هي لسه ما راحتش بالشكل الكامل للصوره النهائيه اللي احنا شايفينها للسمارت جريد. الشكل بتاع السمارت جريد بشكل مبسط هو عباره عن بار جريد عليها كومبليكيتد لاير من الكوميونيكيشن فريم وركس والمانجمنت والاوتوميشن. في اوتوماتيك كنترول على كل كومبوننت، اوتوماتيك كنترول على السيستم كله، كومبوننتس كتير قوي كلها عندها القدره على التواصل، بتبعت كوميونيكيشن سيجنالز ما بين بعضها، بتبعت داتا، بتبعت كنترول، بتاخد كنترول سيجنالز من الكنترول ستيشنز. هي عباره عن ميرج ما بين كومبليكيتد سايبر دومين مع الفيزيكال جريد اللي احنا عارفينها بالشكل العادي بتاعنا. كديفينيشن او كتعريفات موجودة على في الريسيرش بيبر ده، ممكن يعني واحد من وسط التعريفات المتعارف عليها مستخدمة كتير. يمكن ليه الناس راحت للسمارت جريد؟ علشان خاطر تحسن المشاكل بتاعة شبكة الكهرباء اللي احنا يمكن اليومين دول شايفين معظم اشكالها وانواعها والوانها. باختصار عايز احسن الاستابيليتي بتاعة الباور بروفيجنينج، عايز ازود الكباسيتي بتاعة الجنريشن، عايز اوبتمايز الباور لوسز اللي هيكون ليها طبعا امباكت على ان انا بوبتمايز الاماونت اوف بوليوشن اللي انا بضيفه للبيئه عشان اطلع الكهرباء ديت. عايز اضيف نيو سورسز اوف باور ممكن تكون مش ستيبل انف انها تتحط بشكل دايم، زي مثلا السولار باور اللي ممكن تكون شغاله كويس مثلا في فتره من النهار، لكن بقيه الفترات الاخرى مش هقدر اعتمد عليها بشكل كامل. السمارت جريد ممكن تتيح اني استعمل الباور ديت وقت ما تبقى موجوده ووقت ما اكون انا مش محتاجها. زي ما قلت الهدف الاساسي من التطور دوت غير الكلام اللي انا قلته كله هو ان انا اقدر ادمج بشكل سيملسلي different power sources into the grid. لو انت individual وعندك مثلا solar panel فوق البيت بتاعك بتجنريت منها باور، او عندك مثلا wind turbines بتجنريت منها باور في الفرن بتاعتك، او حتى لو عندك water fall صغير في الفرن بتاعتك، يمكن الكلام ده ممكن ما يكونش applicable بالنسبه لمصر بس موجود بره. ازاي ممكن تقدر تحصل على stable power وفي نفس الوقت تقدر تديني الباور الزياده عندك احطها في الجريد؟ سمارت جريد هي يمكن او level of smartness المطلوب اضافته في الجريد هو بيسمح بذلك، ان انا ممكن اجمع السورسز ديت وانتجريتها جوه الباور جريد بتاعتي بشكل اوتوميتد. وقت ما تبقى محتاج كهرباء هتاخد مني كهرباء، وقت ما تبقى زايد عندك الكهرباء هاخدها منك وهحاسبك عليها. طيب اذا كانت هي ده مجموعه من الستاتستكس، الحقيقه الستاتستكس ديت وورلد وايد مش لوكال. لا
لللوسز اللي ممكن تتكبدها الشبكه يعني نتيجه الباور انتربشنز. لما حولناها من شبكه كهرباء عاديه لشبكه سمارت، ايه اللي احنا ضفناه؟ ضفنا ادفانسد كومبوننتس، كومبليكيتد كنترول، وكومبليكيتد كوميونيكيشن نتوركس والمانجمنت بتاعها بالكنترول بتاعها. اضافه الكلام ده ممكن تكون حاجه كويسه لانها مثلا خلتني بقيت مور اوير باستهلاك اليوزر، ممكن اجنريت بشكل مناسب للسحب المطلوب، ممكن ان انا اديتكت باور انتربشن في اي منطقه واحاول اعمل له ريزولوشن بشكل اوتونوموس. لكن ده ما جاش الحقيقه ببلاش، ده جا معايا كوست ثانيه خالص، لاني فتحت بوابه ما كانتش محطوطه في الاعتبار ساعه ما انا بنيت الشبكه بتاعتي اللي هي بوابه السايبر اتاكس. انا ولما بنيت الشبكه بتاعت الكهرباء كنت متخيل ان انا من خارج من الموزع وقافل القفل خلاص، الحاجه اللي جوه امان تمام التمام، مفيش حد هيعرف يخشها. الحقيقه انا ممكن يبقى انت الحاجه بتاعتك جوه الموزع بتاعك مقفول عليه بالقفل، بس في هاكر او اتاكر قاعد بره في عربيه بلابتوب صغير ممكن يخرب نفس التخريب اللي كان ممكن يؤديه لو كان دخل جوه الموزع بتاعك. عدم وضع السايبر كنترول في الاعتبار ساعه تصميم الشبكه او حتى ساعه تطويرها بما فيها الوقت الحالي اللي احنا فيه دلوقتي، ده فتح بوابه لمجموعه من الاتاكس كان ليها اثر كبير جدا وخسارات ضخمه جدا، مش بس يمكن في الدومين بتاع السايبر بتاع الباور جريد والشبكه الكهرباء بس، لا الحقيقه كمان في انفراستراكشر ريليتد ابلكيشنز اخرى ممكن تكون فالنبل لنفس الاتاكس لانها لما اتطورت خدت نفس الفلو. ده مثلا مثال للبرازيليان بلاك اوت، كل البرازيل اتقطع عنها الكهرباء نتيجه اتاك. الاستراليان سي واتش دامب، ده واحد من المهندسين كان شغال في شركه تطوير شبكه الصرف في استراليا وبعدين اتغضب عليه او زعل منه نتيجه ان البروجكت خلص فطردوه، فكان عامل لنفسه باك دوز بلابتوب وعربيه راكنه قدام الكنترول ستيشن، قدر يريد اوت السي واتش ترافيك ويرميه في المايه العذبه ويبدا افلاد الباركس بمايه الصرف، وما عرفوش يحلوها غير لما لجؤوا له هو شخصيا يحلها، يمكن من هنا اتقبض علينا. وطبعا بعد كل دوت مفيش مثال اوقع من ستاكسنت، الاتاك المعروف برنامج صغير اتعمل قدر يعطل الخطه النوويه الايرانيه بالكامل. الحاجات دي بينت قد ايه الشبكات والانفراستراكشر بتاعتنا بعد تطويرها ممكن تكون ضعيفه لاتاكس يمكن ليها نفس التاثير الموازي للفايده اللي جت من التطوير. احنا بنحاول نعرض سولوشن مالتي ديسيبلينري بميكس ما بين ثلاثه ديفنس سيستمز، اتعمل جزء كبير منها اثناء دراستنا في فيرجينيا تاك واتطور بعد كده بعد ما رجعنا. الثلاثه كومبوننتس دول بيضيفوا السيتويشنال اويرنس دايمنشن والكوبريشن للديفنس بلاتفورمز الموجوده حاليا جوه السمارت جريد، زائد تطوير لطرق تقديم الخدمه الدفاعيه يعني الديفنس سيرفيس نفسها من خلال السماح بالدمج ديفنس سيرفيس بروفايدرز مع بعضها بشكل هيتم شرحه بعد كده، مش هخش في تفاصيل دلوقتي عشان ممكن تبقى مش واضحه. الرسمه اللي قدامنا دي بتوضح طريقه وصف مختلفه او موديلنج مختلف للصوره اللي عليها شبكه الكهرباء دلوقتي او السمارت جريد. احنا بدل ما نبص لها بالشكل التقليدي اللي هو فيزيكال كومبوننت عليه شويه كنترول والكنترول دوت انتجريتد، كل واحد بيقدم سولوشن للجريد بيجي وهو مامن السولوشن ده لوحده. يعني مثلا لو انا جيت قلت انا هقدم سمارت ميتر، بجيب السمارت ميتر بيكوميونيكيت مع الانفراستراكشر من خلال سكيور سيجنال وانكريبشن تكنيك كويس على ليفل الميتر دوت، بحيث ان الداتا اللي رايحه من الميتر لغايه الكنترول هتبقى سيف. لكن انا ما خدتش في اعتباري ان ده كومبوننت من وسط الكومبوننتس الكتير الانتر كونكتد جوه الجريد. يعني الانكريبشن تكنيك اللي انت بتعمله على اعتبار ان اسوء ضرر ممكن يجي لك نتيجه الاتاك هو ان القراءه اللي جايه من الميتر يتلاعب فيها، يعني الخساره هتكون اكس. لكن الحقيقه لو الاتاكر استعمل الميتر بتاعك دوت كدور او كبوابه للدخول للشبكه كلها ممكن يبعت فولس داتا ومانيبيليت الداتا اللي جايه من الميتر دوت وميترز اخرى، زائد انه ممكن يتيك كنترول من الجريد نفسها. دوت الانكريبشن تكنيك اللي انت بتحطه مش كفايه على انه يحمي اسيت بالقيمه دي.
احنا قلنا بدل ما نقعد نبص لها كومبوننت كومبوننت احنا هنبص للجرين كلها على بعض على اعتبار ان هم ثلاثه لايرز انتر كونكتد وانتر ريليتد فيزيكال دومين وسايبر دومين وبينهم سمارت كوميونيكيشن نتورك. وبدانا نبني السيستم بتاعنا على من خلال ثلاث ديفنس بلاتفورمز توتالي كوبرتيف اوتونوموس وانتر ريليتد. السي اس ال لاير اللي هي سايبر سكيورتي لاير ودي لاير مختصه بانها تسكيور السايبر دومين وزين الجريد. الفيزيكال سكيورتي لاير ودي ممكن مور اورينتد ناحيه الهاردوير. والبيهيفير استيميشن لاير ودي البرين بتاع السيستم بتاعنا كله اللي بيعمل اناليسيس لكل الفيدباك اللي جاي من التو لايرز دول وبيديها ريل تايم ديسيجنز وجايد لاينز تقدر تاخد على اساسها قرارات. زائد انه بييليفيت الليفل اوف اويرنس للاوبريتور نفسه بتاع الجريد من خلال الاكستراكتد سيمانتكس اللي جايه من الاناليسيس بتاع الفيدباك اللي جاي من التو لايرز. ده تصور بسيط للسيستم بتاعنا. احنا السايبر سكيورتي اللي هي موجوده في الجزء ده ال بي اي ال او البرين موجود في اللاير دي والفيزيكال لاير موجوده في هذا الوقت. يعني يمكن هو قريب قوي من الفيزيكال كومبوننتس والكوميونيكيشن ما بينهم من خلال ستريم من الايجنتس احنا بنسميهم سنسورز وفيكتورز. هنخش في شرح لاير من دول. انا هبدا بشرح السايبر سكيورتي لاير وبعد كده هسويتش للدكتور باسم هيخش يشرح السيمانتكس وبعدين الدكتور محمد هيقفل باخر لاير اللي هي الفيزيكال لاير. السايبر سكيورتي لاير عباره عن مالتي ايجنت موبايل ايجنت بلاتفورم بي سيركيوليت موبايل ايجنتس وزين سايبر هوستس وزين كوميونيكيشن اليمنتس من خلال انفراستراكشر تم تخلقها علشان تفاسيليتيت التعامل مع هيتروجينيس بلاتفورم زي السمارت جريد كومبوننت سواء كان هاردوير موديول سواء كان راوتر موديول سواء كان هوست واتيفر الكونفيجريشن بتاعته ايه. السيرفيس بتتقدم بشكل فيرتشوالايزد بيتم الديبلويمنت على ميدل وير نازل على الهوست بيبدا الايجنت بتاعي يكولكت انفورميشن ويبدا يانلايز الداتا ديت بمساعده البرين بتاع السيستم اللي هو بي ال وده بيشتغل ان توتال ايزوليشن من الجريد. و لو رجعنا للستوري بتاعه شويه بعد السيركيليشن ديت انا ممكن اخد على اساسها بعض القرارات اللي ممكن تكون جايه من الاوبريشن بوليسي او من بسبب الديفنس كونسيليشنز. ده بيتم تنفيذه من خلال نوع مختلف من الايجنتس اللي هم الايفكتورز الدول. نتيجه العزل ما بين الديفنس بروفيجننج وما بين الهوست في ناحيه والديفنس بروفيجننج في ناحيه ثانيه خالص انا بقدر اعمل حاجه يمكن ما كانتش متاحه قبل كده اللي اسمها ديفنس انتر اوبريبيليتي. بدل ما انت بتبقى محدود بالتول اللي نازله عندك في الجهاز بتاعك. يعني لو اديت مثال بسيط مثلا انت عندك الكمبيوتر بتاعك بتنزل عليه انتي فايروس كاسبيرسكي مثلا ما تقدرش تنزل كاسبيرسكي وتنزل سيمانتك وتنزل ماكي ما ينفعش. لو نزلت الثلاثه البريفليج اسكليشن هيحصل بينهم كونفليكت وهيعتبروا نفسهم اتاكس وبدل ما انت بتحمي نفسك هتعطل الاوبريشن. باستعمال سيستم زي دوت عنده الكابابيلتي انه يانلايز ما بعزلة تامة عن الهوست ويبدأ ياخد قراراته زي ما هو عايز ويكمبوز كمان الديفنس سيرفيس زي ما هو عايز ريجاردلس اوف كومبيتيشنال كوست. انا ممكن اجيب اللي انا عايزه من ماكفي واجيب اللي انا عايزه من سيمانتك واجيب اللي انا عايزه من كاسبيرسكي كسيرفيس وبانكابسوليتها جوه الايفكتور بتاعي وبديبلويها على الايجنت دوت. فانا بقدم الديفنس سيرفيس وين نيدد بس مش بقدمها وتفضل قاعده عندك وتاخد ريسورس ملهاش لازمه. يبقى وين نيدد اند وير نيدد وقت ما تحتاجها بتلاقيها ووقت ما تخلص مهمتها بتتسحب من عندك تاني. فانا بالطريقه دي قدرت اتعامل مع ريسورس كونسترينت كومبوننتس زي طبعا موجوده في فيزيكال سيستمز كتير مش بس الكود. انا هسكيب السلايدز ديت نتيجه التاخير الحقيقه اللي صدر مني من الاول. بس خلاصه السلايدز ديت هي بتشرح التكنيكس او التكنيكال ديتيلز اللي قدرنا بيها ان احنا الفاسيليتيت اللي انا قلته دوت. هنقف بس عند النقطه بتاعت شيرنج ديت لانها برده واحده من اصل الكونتريبيوشنز الكبيره للسي اس ال اللي هي في الوضع الطبيعي للديفنس بلاتفورمز. انا بحاول امنتين البرايفسي بتاعتي از ماتش از اي كان سو انا بليمت الكوبريشن ما بيني وما بين اي حد تاني. انا مش عايز لا اطلع ديفنس انفورميشن بره ولا حتى اخد معلومات من حد تاني.
طبعا الكلام دوت بيضايق السيتويشنال اويرنس بتاع الديفنس بلاتفورم بتاعك، وبيخليك مش اوير بحاجات كتير قوي ممكن تفيدك. وستاكس نت ممكن يكون مثال، مثلا ستاكس نت اتعمل له ديتكشن فعلا، وفي ناس كتير قوي عرفته وبدات تعالجه يمكن قبل ما ياثر في ايران بحوالي سنه. لو كان في كوبريشن زي دوت بيضمن ان السيستم يكون برايفسي بتاعته مينتيند وما فيهاش اي مشكله، ومستحيل ان حد يقدر يعرف اي معلومه انت مش عايز تعرفها عنه نتيجه الفصل التام ما بين الديفنس ايفنت والبروبلم سورس، ممكن ان انا احل اوير بمشاكل قبل حتى ما توصل. نتيجه العزل ما بين الديفنس بروفيجننج من خلال السنسورز والايفكتورز، انا ممكن باستراكت معلومات بيورلي برايفسي فريندلي، ما باخدش اي حاجه ليها علاقه بالهوست اللي حصل له المشكله او حتى النيتورك اللي حصلت لها المشكله، وابدا ابعت الكلام دوت على الكلاود بتاعتي اللي هي المفروض بيبقى قاعد فيها البرين او الدي ال لير. الكلام دوت بيتعمل له اركايفنج، وبيتحط معاه كل التولز اللي انا استعملتها عشان خاطر اريزولف المشكله وعشان اديتكت المشكله. ببدا اعمل لها شيرنج من خلال نيتورك بيني وبين other systems، ممكن يكونوا بيسكيورو grids، بيسكيورو sewer network، بيسكيورو water distribution networks، whatever. المعلومة متاحة والشيرنج دوت زي ما انا بشير هما كمان بيشيروا. الاتاك دوت لو كان موجود عندهم بيبدأ ان هو resolve بالproblem بالtool اللي انت بتتقاله. نفس القصة بالنسبة لك لما بعمل الشيرنج دوت، حتى لو على الليفل بتاع الديفنس بس، انا بقيت سيتويشن اوير مش بس جوه النتورك بتاعتي، بقت نتوركس ثانيه، قدرت امينيمايز الاتاك ديسبيرشن، قدرت امينيمايز الاتاك اكسكيوشن تايم، الوقت اللي الاتاك فيه الايف جوه النتورك بتاعتي. وطبعا النتيجه بتاعه الدوت هتكون بيتر سيكيورتي وماتش بيتر ديفنس. في دايمنشن تاني نفس الابروتش دوت، لو انا حبيت كمان ابلايه على الاوبريشن، بحيث ان انا مثلا لو انا عندي معلومه جايه لي بتقول لي ان ممكن يكون في مثلا بروبلم في ووتر سورس، الووتر سورس دوت عليه مثلا جنريتور زي حاجه زي السد العالي بتاعنا كده مثلا، معلومه جايه لي من ووتر ديستريبيوشن نتورك ملهاش علاقه خالص بالسمارت جريد. نتيجه العزل ما بين المعلومات ديت وبعضها، انا اقدر ان انا انتسيبيت ان هيحصل فيه باور شورتج من السورس دوت، ببدا اعوضه بسورس اخر قبل حتى المشكله ما تحصل. ده كان السي اس ال. معلش تاني في انيميشن انا عايز كده. دكتور باسم هيبدا يتكلم عن البرين بتاع السيستم كله اللي بيعمل اناليسز اللي هو دي ال لير. ان شاء الله كده بريف بريزنت هنتكلم بسرعه على الدي ال لير. الحقيقه احنا لما فكرنا نحاول نعمل يعني فريم ورك عشان انهانس السكيورتي بتاع سمارت جريد، فكرنا احنا نحاول نشوف حل يدي يعني انهانس الاوبريشن، انهانس الديسيجن اللي احنا عايزين نطلعه. يعني انا لما بتكلم مثلا في الفيزيكال دومين او في السايبر دومين، انا في الاخر عايز اوصل لشيء مساعد يحسن الاداء بتاعي، يخليني اخد قرار اخده وانا فعلا شايف رؤيه اعمق من الرؤيه العاديه. يعني هدي مثال، لو احنا مثلا بنقول ان عندي مثلا ريزيدنشال لود في منطقه معينه، في سمارت جريد سمارت ميتر بتستخدم بطريقه نوع معين، وانا عارف ان الباور ستيشن مثلا مستخدمه في الحته دي برضه ليها سبيسيفيكيشن مخصصه، فانا بقول هل لو مثلا لو في ريدنجز مختلفه بتطلع من المنطقه دي، يعني مثلا حاسس ان استهلاك مثلا كاستمرز مثلا مش طبيعي، فانا حد حاله مثلا هقول الميترز بايظه، يعني الميترز دي مش كويسه، السمارت ميتر اللي هي بتجيب لي ريدنجز هي اللي فيها مشكله ولا في حاجه ثانيه. فاصبح ان انا لازم ادرس يبقى عندي كذا اتريبيوتس او كذا فيتشرز معينه اقدر ابص عليها بحيث انها تقول لي لا ان مثلا الباور ستيشن مطلعها في استهلاك معين زياده عن اللزوم في وقت معين. ابدا استخرج معلومه ما كانتش واضحه بالنسبه لي من الرو ديتا او من الرو انفورميشن اللي طلعتها، لا انا بحاول استخلصها علشان ابدا اقول لا ان المشكله دي بتقول ان في استهلاك نوع معين من اليوزر عنده لود معين، هو ده اللي خلاها مثلا خلى ان في يعني عدم يعني الديستريبيوشن بتاعي مش كويس في المنطقه دي. فاحنا فكرنا احنا بدينا فكرنا في البي ال لاير، فكرنا فيها من نفس فكره الكاركترستكس بتاعت النتورك ديتا. يعني عندي نتورك عندي برضو فيها بيانات، في فلو باور فلو، فيها انفورميشن فلو، ففي الاخر في كاركترستكس الداتا دي. يعني الداتا دي ممكن نقول انها ماسيف فوليوم، يعني حجم كبير، ليها حاجه مش نادي. يعني ممكن اقول مثلا ان الداتا دي ممكن تبقى خاصه بالباور ستيشن، ممكن تبقى خاصه بالنتورك انفورميشن، نتورك سبيسيفيكيشن نفسها، خاصه مثلا هستخدم انهي بروتوكولز في الراوتنج، هيبقى عندي انواع معينه من الباور جنريشن مثلا، انهي بستخدم انهي ترانسفورمرز، ترانسميشن لاين سمعتها ايه، فعندي كذا دايمنشن في الداتا اقدر ادرسه. فاحنا فكرنا ان احنا لو عملنا سيمانتكس مانجمنت سيستم،
يقدر يكستراكت يطلع لي اجمع داتا. يبقى انا عندي دلوقتي داتا اقدر اجمع الداتا دي وابدا اصنفها. ابدا اقول مثلا الداتا دي ممكن تتصنف مثلا ان في جزء دايمنشن بتاع مثلا النتورك فلو، في جزء دايمنشن بتاع الباور فلو، وابدا من كل فلو من ده اقدر اتريبيوتس او احط اصنف مجموعه من الاتريبيوتس اقدر اجيب الفاليو بتاعتها وابدا ادخلها بحيث ان اطلع منها هاي ليفل ابستراكتد فيتشرز. يبقى مجموعه الفيتشرز دي في الاخر ممكن تديني ديسيجن معين، تديني تصور اعمق. يعني انا بقول السيت اوف فيتشرز دول موجوده يبقى انا غالبا انا بتجه لايه؟ للمعلومه الفلانيه. في الاخر التارجت بتاعي المفروض ايه؟ ان انا في الاخر حبني زي بيهافير مودلز للسمارت جيت كومبوننتس تقدر تصنف لي فور اكزامبل مثلا الابنورمال والنورمال بيهافير لاي كومبوننت. يعني الجنريتور من النوع ده ايه ممكن يكون الابنورمال والنورمال بيهافير بتاعه، ولو مثلا استخدم مثلا في ترانسميشن ميديا او ترانسميشن لاين ميديوم مع نوع معين من الباور او مع نوع معين من اللودز هيبقى مثلا الابنورمال النورمال بيهافير بتاعه ايه؟ اتوقع مثلا ممكن يبقى الشغل بيشتغل ازاي، هل سبيسيفيكيشن طبيعه الباور الجنريتد منه والستابيليتي بتاعته هل كده نورمال ولا مش نورمال. فاحنا فكرنا ان احنا عملنا التصور ده ان انا هبني حاجه اسمها بيهيفير استيميشن ايجنتس هتبلمنتد على السيرفرز. الايجنتس دي هترن هتديبلوي انتليجنت تكنيكس. فور اكزامبل انا حابب مثلا ريزونينج مثلا مودلز. الايجنتس دول محصورين في النتورك دي لفوق، دي هتبقى هي المفروض ان هي هتبقى هتاخد فيدباك من مثلا من السي اس ال اللي هي على السوفت وير على طبيعه البروجرام مثلا شغال في الكنترول. ممكن تاخد برضه ريدنجز من البي اس ال سواء ميترز او ريدنجز من الباور ستيشنز. يعني انا بالاخر بجمع كابشر رو داتا، انا بعتبرها بالنسبه لي رو داتا، دي حاجه جاست ريدنجز. لكن انا بالنسبه لما اجي اصنف ببص كذا دايمنشن، يعني زي ما قلت في كاركترستكس انا بصيت عليها ان في عندي الداتا اللي هي ماسيف فوليوم اللي هي هاي دايمنشناليتي ليها لونج دايمنشن كمان سوري مالتي دايمنشن لونج دايمنشن وليها كمان دايمنس. يعني في نوع من التغير في ديناميستي في الموضوع ده شويه، لان في الاخر برضو الداتا عندي مش ثابته طبيعتها، مش دايما كل القيم ثابته في الاخر. انا ببص ايه للمعايير دي، فانا بدرس الاتريبيوتس دي بطلع يعني الرو داتا بصنفها كبروفايلز كداتا بروفايلز، بطلع منها مجموعه اتريبيوتس والاتريبيوتس دي كجروب كده اقدر اطلع منها فيتشرز. الفيتشرز دي اقدر في الاخر تديني تصور لمعلومه معينه. طيب انا بحتاج ان انا ناخد مثال مثلا ان انا افكر ان احنا نعمل بيهيفير استيميشن موديل استخدام الهيدنج مارك فون. الهيدنج مارك فون هنا الحقيقه التصور زي ما هو باين في الرسمه هنا ان احنا عندنا لو انا بجمع داتا وبعمل بروفايلنج كداتا اتريبيوتس فاليو او اتريبيوت فاليو بيرز جوجل بروفايل وابدا في الاخر اتعلم الجروبس اوف اتريبيوتس دي. طبعا ده من اللي عندي داتا موديل انا بعرفه، بعرف مثلا كابتشر داتا معينه هقدر اصنفها ازاي. بعد كده بقول وات ايفر التايم معين مثلا تايم تي مثلا انا خدت جالي مثلا من في الموديل ده وصل لي مثلا مجموعه من الاتريبيوتس بقيم فاليوز معينه. يعني مثلا باور جنريشن كان كتبت مثلا الجنريت باور في الوقت ده كان كذا، وكان معايا لود مثلا لود ريزيدنشال لودز، وعندي مثلا نمبر اوف كاستمرز في الحته دي قد كده، فعندي مجموعه اتريبيوتس هو بجمعها وبصنفها. وبعد كده هبدا ادخلها على مجموعه من الريزيدنج مودلز. بس لو مثلا اتش ام ام تقول لي لو انت مثلا توفر لك السيت اوف اتريبيوتس بالطريقه دي، يعني لو جالي مثلا انا مجموعه اتريبيوتس بالطريقه دي، ايه احتماليه ان انا مثلا يكون عندي مثلا بيطلع لي اوبزرفيشن مثلا يقول لي ان ده نورمال اوبريشن ولا ابنورمال اوبريشن؟ هل الكاتيجوريز هل الفاليوز الاتريبيوتس بالطريقه دي نورمال ولا ابنورمال؟ بعد كده ممكن عن تايم تي بلس 1، انا دلوقتي عند تايم تي كنت شفت مثلا اوبزرفيشن عن تايم تي بلس 1، هل نفس لو جات نفس الفاريشن هل تغير مثلا من التايم للتايم ده تغير طبيعي ولا لا؟ الهيدنج مارك فون ده هيفيدني في حاجه زي كده، ان التتابع بتاع السيكونس او السيكونس بتاع الاتريبيوتس بديفرنت فاليوز او ديفرنت رينج وذين تايم معين يقدر يديني كلاسيفيكيشن او يديني جروبز اوف اوبزرفيشنز تديني تصور ان انا المعلومات او الحاجه اللي جمعتها دي بتقول ان انا مثلا شغال في سكه مثلا نورمال. طبعا انا بتكلم اوف هاي ليفل اوف ابستراكشن، انا بتكلم ممكن طبعا انا ببني المودلز دي وبقدر اعمل لها تريننج. طبعا بيبقى فيها نوع سوبرفايزد تريننج او انسوبرفايزد تريننج حسب الالجوريزم اللي استخدمه، ولكن اي هاف ان انا بترين الكلام ده. طب التارجت في الاخر بالنسبه لي هيكون ايه؟ ان انا هبني بيهافير موديل. يعني مثلا هقول مثلا انا عايز تديني مثلا بيهافير موديل اقدر اكلاسيفاي البيهافير بتاع باور ستيشن
بيزد على اللي انت اتعلمته ده اوفر تايم. اقدر اقول لك مثلا النورمال بيهافير بتاع باور ستيشن من النوع ده ممكن مثلا يكون فيها مثلا كفور اكزامبل بسيط يعني ان مثلا باور رينج يكون في وذين كذا في تايم معين، ان خصوصا ما يكون معاه ريزيدنشال لود او مثلا اندستريال لود يبقى ليه مواصفات ثانيه وهكذا. فاقدر اعمل كلاسيفيكيشن. طيب يفيد الكلام ده في ايه؟ ممكن في البي اس ال لاير، البيزيكال لاير، الفيزيكال لاير او السايبر لو حاب ياخد انفورميشن مثلا عن حاجه هو عايز يتاكد منها او عايز ياخد ابديت معين يرجع يقول لي هل لو توافر عندك المعلومتين دول هل ده احنا ماشيين في السكه نورمال ولا ابنورمال؟ بقدر افيده. فانا المفروض في الاخر المعلومات اللي انا ببنيها والمودلز دي انا بسجلها، بعمل داتا بيز، شير داتا بيز، مفروض بعمل زي اونتولوجي سيماتيك اونتولوجي كده بتبين لي. اقول مثلا انا دلوقتي بعمل كلاسيفيكيشن مثلا للبيهافير بتاعت البريدز، فتقول لي نورمال بيهافير، نورمال بيهافير طبيعتهم ايه؟ بتاع مثلا كوكونت معين اقدر ادرسه وهكذا. والمفروض الداتا بيز دي انا ببنيها على طول وعملها ده ايه ابديتنج ايه باستمرار. بس يمكن ده الشكل اللي ايه اللي بيوضح يعني كان سيمبل عملنا سيمبل بيبس ميشن موديل بالاتش ام ال. زي النيورال نتورك موديل موجود هنا اللي بيعمل كلاسيفيكيشن ده اللي هو ارتفيشال انتجر. اه. بس استخدمها اتش ام ال. اه. اتش ام ال. انا استخدمت اتش ام ال الحقيقه لان جت في بالي فكره ان انا هعمل اتش ام ماتريكس. ان انا هبص على كذا دايمنشن. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن اعمل موديل مثلا خاص مثلا بال اتش ام موديل مثلا بالسبيكيشن بتاعته بالاوبزرفيشن بروبابيلتيز والكلام ده كله خاص مثلا بالباور يونتس، وممكن مثلا اعمل واحد ترانسميشن لاينز جاست ان انا بدخل سيت اوف اتريبيوتس ديفرنت فاليوز على الموديل ده يقدر يديني انديكيشن لكل واحد. تجميعتهم بقى مع الديفرنت تايمز انا رحت كده تديني بقى تصور اعمق. انا في الاخر عايز ابني كروس كروس او كورليتد كونسيبت او كورليتد سيمانتكس يقدر في الاخر يربط مع احسن دايمنشن. ده كان الدرس كان الفكره في الكلاسيفاير يعني ممكن طبعا والسبورت فيكتور ماشين سبورت فيكتور ماشين ممكن تفيدني كمان لو انا عايز اعمل حاجه. طبعا في ماتيماتيكال كلاسيفيكيشن برضه. هو بس هنا دلوقتي الماشين ليرنينج الجوريزم والاتش ام ام ماتريكس دي هو ليه مفصولين؟ هو مش الماشين ليرنينج الجوريزم هيبقى هو الاتش ام ام. ما انا هنا كان قصدي بيه انا كنت بستخدم حاجه حتى يعني زي الاسوشيت بلو ليرنينج عشان يعرفني جروب في الاتريبيوتس الموجوده. يعني مثلا حضرتك مثلا ايه الاسوشيت بلو ليرنينج اللي هو اي ار ال ده فور اكزامبل ده ممكن يديني المور فريكوينت اتريبيوتس الموجوده في الداتا اللي جمعتها. يعني مثلا انا عايز مثلا اي فوكس اور سيرتن اتريبيوتس. انا عندي مثلا 1000 اتريبيوتس بس قال لي اكتر اتريبيوتس ممكن تو كان فوكس عليهم مثلا 500 مثلا. بس انا بتعلم الجروب اوف اتريبيوتس دي عشان ابدا في الاخر اصنفها. يعني جوست ان انا بتعلم اتريبيوتس جوه اتريبيوتس واطلع الفاليوز بتاعتها وابدا ادخلها على اساس. هو انا قصدي المشكله ان هنا قصدي ان انا بتعلم لانه في لان الجروب اوف اتريبيوتس اللي انا جمعتهم اللي انا عملت لهم بروفايلنج وصنفتهم بعد كده ايه اتعلم. بس انا بتكلم على الاوت كام اللي ممكن يعني يطلع من البيبر استيميشن. انا في الاخر انا بسبورت طبعا بدي مور ماتيريال انفورميشن هاي ليفل ابستراكت انفورميشن. المفروض ان تدي زي صوره اعمق. انا ببص بالسكوب بتاعي مش جاست على الديتيلز، لا المفروض ان انا اخد صوره اعمق تربط اكتر من دايمنشن في السمارت جريد كومبوننتس. المفروض ان انا احاول اعمل بيلدينج بيهافير مودلز دي في الاخر هتبقى المفروض انها مش ستاتيك هتبقى دايناميك. يعني هتبقى عندي دايناميك اونتولوجي بتتغير بس ممكن تفيد ان انا اقدر ابني تصور او ابني زي يكون ببني زي عندنا في الانسان كده بيبقى هاي ليفل لونج تيرم ميموري دي الحاجه الفود لانج اللي فيها ايه فيها كونسيبت بشكل عام. وطبعا احنا بنحاول طبعا بنحاول يعني عملنا سامبل اكزامبل يعني ببديت في الانفورميشن على طول وابدا اتست ان انا عندي انفورميشن اتعلمت الحاجه دي. فور اكزامبل انا في الاول مش عارف ان ده نورمال بيهافير وحصل اتاك علي زي مثلا فور اكزامبل ميشن داتا انجكشن. انا اتعرفته عرفت الاتاك ده لو انا عارف الاول معلومه دي بس خزنها عندي وحفظتها فانا ممكن اتكت من اول وقت ايه وقفه السكه دي من اول خالص. غير كده ممكن اخد تايم وطبعا كل ده بيأثر على ايه على الفورس على الشبكه. ففي الاخر طبعا احنا برده موفرين ان البي ال طبعا بيحصل كوميونيكيشن ما بينها وبين الاذر لاير عشان برده دي يدوني فيدباك او ان انا اديهم اي يعني ريسبوند اي ريكوست هم ايه بيطلبوا. دكتور محمد موسى دلوقتي هيتكلم على الفيزيكال سكيورتي. يعني ده سيستم حاجة شراكة لكن مش المفروض يكون انتجريتد بعد كده مع كنترول سيستم. يعني ده دلوقتي انتهيت لمرحلة الديتكشن اوف ابنورمال كونديشنز. ما هي يعني مثلا لو انا بتكلم مثلا في جزء هيبقى فيه سوفت وير هيكنترول مع جزء من الـ من الـ من الـ من الاكتويترز مع الـ مع الفيزيكال المفروض انا احنا في الاخر نبقى احنا مترابطين. هنا مرحله الديتكشن. ما هي انا هي النورمال هو مش جاست موديل هو هي انا كيميا الاكتويتر هيبقى عن طريق ان انا بقول له مثلا ادي له اليرت مثلا او الارمز اقول له خلي بالك ان ده نوع اتاك تتفاعل تعامل. ممكن يكون عندي كمان الطريقه اللي انا اقول له مثلا لو انا عندي كمان خبره اقول له مثلا وي كان يوز ذيس. هو
بالنسبه للبروجكت تمام، ممكن اعتقد ان سؤال اول واحد فكر كده، طب ايه الجديد مثلا على الناس اللي عاملاه تمام؟ حته الكوبريشن دي جديده شويه. اغلب اللي بيعمل الشغل ده بيعمله لوحده تمام. انا مثلا بشتغل على النتورك بلاير بتاعت اوز بس بعمله لوحدي تمام. الكوبريشن ده يعمل ايه تمام؟ فدي طبعا كانت ميزه ان احنا الثلاثه موجودين مع بعض وقريب من بعض، فممكن ان نشتغل تقريبا في نفس الحاجات او في يعني السكيورتي بتاع ممكن سايبر فيزيكال سيستم، فقلنا الانتراكشن ما بيننا ممكن يدي الموضوع فاليو اكتر تمام. فطبعا كان جزء من التفكير. انا دلوقتي انا كان كل شغلي مثلا قبل كده بتكلم على كومبوننت انديفيدوال كومبوننتس تمام، زي مثلا عندي بلانت وعندي عليه كنترولر تمام. انا كان شغلي كله ان انا اعمل سكيورتي بتاع ده، بس كنتورك ما كنتش بادرس النقطه دي، فعلشان كده حطينا الموضوع ده. فطبعا انا بالنسبه لي اللي هي اللير بتاعتي اللي هي اقرب اكتر بقى يا جماعه دول بتوع كمبيوتر، انا اقرب اكتر للكهرباء. فيزيكال سكيورتي لير اغلب شغلها على الفيزيكال لير الكومبوننتس، سواء جنريتورز ميترز اللي هي مثلا حاجه زي الريموت تيرمينال يونتس، كل الكلام ده كومبوننتس لوحدها تمام. الكومبوننتس دي انا محتاج بدايه بكلم اول حاجه على الكوبريشن مع اللير تاني. انا محتاج كنتورك لير عايز داتا دقيقه، عايز قياسات مظبوطه غير القياسات اللي جايه من الشبكه، لان ممكن القياسات دي تكون اتضربت. انا عايز قياسات مور اكيو تمام. طب وعايز مثلا بعد كمان القياسات دي عايز ابلاي اكشن معين، يبقى انا زي ما في هيد لازم محتاج ارمز بالظبط، حاجه ابلاي بيها تمام. فكان هي دي المين بتاع فيزيكال سكيورتي لير، ان انا ادرس الانديفيدوال سكيورتي بتاعت الكومبوننتس الانديفيدوال كومبوننتس تمام، وفي نفس الوقت اتعاون مع الاثنين ليرز التانيين ان انا اديهم قرايات اللي هم محتاجينها، وفي نفس الوقت انفورس او ابلاي الاكشنز اللي هم هيطلبوها مني تمام. طيب ف طبعا اكزامبلز مثلا على كومبوننتس اللي انا بادرسها، الريموت تيرمينال يونتس، البي ال سيز، بروجرام لوجيك كنترولرز، بروسيس كنترول سيستمز، كل الكنترولرز تمام. كل الحاجات دي بتكلم عليها كانديفيدوال كومبوننتس واقدر ادرس السكيورتي بتاعتها. طيب ايه فرق اللاير دي عن السايبر لاير اللي مثلا دكتور محمد بيحاول يدرس السكيورتي بتاعتها؟ هو من شغل السكيورتي هو فكره ان انا دلوقتي عندي ديفايس بيعمل كنترول لفيزيكال سيستم او فيزيكال كومبوننت تمام. الفيزيكال كومبوننت في الغالب يعني انا لو عندي مثلا بي ال سي، البي ال سي وظايفه محدوده، المفروض ان هو يعمل كذا وكذا وكذا، وكل الحاجات دي متعرفه دايركت او ليها علاقه دايركت بالفيزيكال بروسيس اللي انا بعمل عليها كنترول تمام. يبقى انا بالنسبه لي الفيزيكال سيستم ليه اوبجكتيفز محدده، والاوبجكتيفز المحدده دي بتسهل قوي عليا ان انا افريم سكيورتي بوليسيز. اقول مثلا ان ده المفروض ان مثلا الاوتبوت يشتغل بين الرينج كذا وبين الرينج كذا، لو الاوتبوت عدى الرينج ده تمام ممكن اقول ان في حاجه مش مظبوطه. يبقى انا بالنسبه لي لما اتكلم على الفيزيكال لير اكتر حاجه بتميزها اللي هي بيسموها كليرلي ديفايند اوبجكتيفز، ودي اللي بتسهل عليا ان انا اعمل سكيورتي بوليسيز اقدر احمي بيها الكومبوننتس اللي عندي. غير طبعا الكمبيوتر ده ممكن يعمل 100,000 فانكشن تمام. عشان احكم كل الفانكشن او عشان ديفاين سكيورتي بوليسي تحكم كل الفانكشنز دي صعبه جدا تمام. فيبقى دي الميزه الاساسيه في الفيزيكال سكيورتي لير. طيب طبعا هو الشغل الدايركت ان انا مجرد حفريم السكيورتي بوليسيز دي احطها احولها بعد كده يا اما السوفت وير يا اما الهاردوير تمام. وانا بفضل او مش بفضل، هو الافضل الهاردوير سكيورتي كومبوننتس. يعني انا مثلا محتاج احمي بي ال سي او محتاج احمي مكنه كبيره تمام، دي سي اس ايا كان، ممكن اجيب اف بي جي اي كيت ابرمجها بالبوليسيز بتاعتي بكل اللي انا عايزه واحطها بحيث ان هي تراقب لي الانبوتس والاوتبوتس بتاعه الجهاز او الديفايس اللي انا عايز احميه تمام. الهاردوير فيها مزايا كتيره جدا في شغل السكيورتي، احد المزايا دي البرفورمانس بتاع الهاردوير احسن من السوفت وير. الهاردوير صعب شويه الاتاكس على الهاردوير غير السوفت وير، يعني الاتاكس ضد الهاردوير كومبوننت غير السوفت وير كومبوننت تمام، بيبقى اصعب جدا الهاردوير اتاكس. المهم فيبقى انا بالنسبه لي كان ممكن اعمل مجرد بس ان انا اخد بوليسي احولها للهاردوير بلاتفورم يحمي الجهاز، بس الكلام ده برضه اتعمل، يعني في ناس عملت الشغل ده تمام. فلقيت ان في فكره تمام كنت واخدها طبعا من الدكتوراه بتاعتي،
الفكره اساسا هي الموضوع كله معتمد على الطايم. انا كل ما بقدر اديتكت اتاك اسرع كل مكان بالظبط، يبقى انا ممكن اخد ميجرز بدري تمام قبل الاتاك ده ما ياثر. فدي كانت الفكره اللي انا طبقتها. ان انا قلت انا لو عندي مثلا فيزيكال سيستم، الفيزيكال سيستم بتاعي ده هيبقى عليه كنترولر تمام، ده كنترولر. جيت زودت على السيستم ده شويه حاجات كلها اوريدي موجوده، يعني ما عملتش حاجه جديده. جيت قلت مثلا انت عندك ده فيدباك كنترولر تمام، زي ما في فيدباك كنترولر ممكن تجيب باك اب واحد مثلا قديم منه مش بس ما يكونش نفسه تمام، وده فعلا اوريدي متطبق، يعني اغلب المحطات بيبقى فيها اكتر من كنترولر. طيب وجيت قلت ان انا لو وصلت السيستم ده بموديل نفس الكنترول سيستم اللي هو فيزيكال سيستم والكنترولر، جيت عملت زيه بالظبط موديل بلانت موديل وصلته بنفس الكنترولر. الميزه اللي حصلت دلوقتي ان انا لما وصلت البلانت موديل بالكنترولر ان ده كده بيرن كاني بعمل سيميليشن، فممكن يرن اسرع من السيستم الحقيقي. يعني انا لو السيستم الحقيقي بيرن عن سامبلنج فريكوانسي قد كده ده ممكن يرن 10 مرات اسرع منه، لان انا بتكلم على هنا برن موديل غير ان انا رن السيستم نفسه اللي هو محتاج ريسبونس تايم وفي فيزيكال اتريبيوتس او فيزيكال كاركترستكس ما اقدرش اغير فيها تمام. واوريدي الكلام ده متطبق في مجال الكنترول في فيلد اسمه موديل بريدكتيف كنترول. موديل بريدكتيف كنترول الفكره بتاعته ان هم بيابلاي موديل بيرن اسرع من السيستم نفسه ويرن عليه كنترولر، ومن الاوت اللي بيشوفه بدري تمام يقدر يقول ممكن يحسن في الديسيشن بتاع الفيدباك بتاع الكنترولر. اوكي فانا طبقت نفس الفكره بس بدل ما هي كنت عاملها للكنترول عاملها للسكيورتي، موديل بريدكتيف سكيورتي، سميتها موديل بريدكتيف سكيورتي. فموديل بريدكتيف سكيورتي انا برن الموديل بشكل اسرع واوصل عليه كنترولر تمام، بحيث ان انا مثلا ده بيرن ده ممكن يرن في خلال التايم ده، يعني مثلا لو قلت ده رن لمده 1 سامبل ده ممكن يرن في خلال ده 10 سامبلز تمام. يبقى انا بالشكل ده لو الكنترولر نفسه فيه مشكله تمام اقدر اديتكت المشكله قبل ما تحصل في البلانت الحقيقي او في كنترولر اللي هو بيسميه الاوبريتنج اللي هو بيشغل السيستم، واقدر اريزولف البروبلم قبلها تمام. طبعا انا لو عندي معلومه زي دي وبلغتها لليرز اللي فوق ممكن حاجه من الاثنين، ممكن يا اما يقول لي انا عندي باك اب معين كنتورك باك اب ممكن تستخدمه بدل ما الكنترولر ده، او ممكن هو بقى يفصل السيستم ده خالص دلوقتي بحيث ان هو يستغنى عن الجينيتور ده لحد ما تصلح المشكله دي وبعد كده يرجع يشغل. طبعا محمد ولا كيو سي ايشو، انا عمر ما في ماثيماتيكال موديل ولا سيميليشن هيأكت اكزاكتلي لايك فيزيكال سيستم. في نقطتين، بدايه انا الموديل ده والسيستم الحقيقي لازم بعمل بينهم سينكرونايزيشن. يعني مثلا ارن ده فور وان تايم سامبل واحده تمام، اخد السامبل دي كريفرنس انبوت وران ده هيرن 10 سامبلز تمام. الكلوك اللي بعديها مش هكمل على نفس الرن اللي انا كنت برنها بالظبط، بعمل حاجه اسمها ستيت سينكرونايزيشن والانبوت سينكرونايزيشن. ده سينكرونايز بين الستيتس بتاعت البلانت، يبقى انا باخد الستيت بتاعت البلانت من هنا تمام، عندي ستيت استيميتور، الستيت استيميتور ده بيجيب لي الستيت بعمل لها ابديت بحطها الكلام ده في البلانت ستيت كل سايكل مثلا تمام او كل تي سامبل، وفي نفس الوقت الانبوت بتاعي بعمل له ابديت كل شويه الانبوت الجديد الريفرنس انبوت اللي هو في العادي بيبقى ثابت، ولكن باخده كل برضه تي كل سامبلنج تايم بحيث ان انا ابقى ماشي مع السيستم تمام. يبقى انا ما بعدش عنه. اتفضل. المفروض يبقى ادابتيف، المفروض يبقى ادابتيف. معلش الادابتيشن. ثانيا ان هو برضه هيبقى فيه الاستيميشن ان هو البارامترز بتاعته يبقى كل مره يبقى فيها ايه؟ ادابتيف استيميشن. بالظبط. فريكوينسي وديتا ريزولوشن ايه يعني؟ يعني هاو ماتش سامبلز بير سكند يو نيد اكتشوالي عشان السيستم ده بتاعك يبقى ريلايبل يعني؟ لا هو الفكره كلها ان كل الكلام ده هيبقى ابلكيشن اورينت، يعني انا على حسب التي سامبلنج وعلى حسب الابلكيشن ده على حسب الستيت دي او الانبوت ده بيتغير كل قد ايه انا هحتاج اعمل الابديت، فهي كل الكلام ده هيبقى ابلكيشن سبيسيفيك تمام؟ بس هي ككونسبت بالظبط ككونسبت ابلاي لكن ابلكيشن سبيسيفيك اكتر. طبعا هو الموضوع انا اعتقد يعني كشغل كنترول وسكيورتي يعني فيه مجال كبير جدا ان انا اكمل في اللي هو التايم كونستنت بتاع السيستم نفسه، اذا كان هو سيستم بتاع
اسمنت ولا بتاع ما بالظبط كلها تبع السيستم. اه قاعده بتلف ولا ده حاجه ممكن في طياره يعني. حتى البوليسي دي كمان بتتغير بيزد على الريكومنديشنز اللي جايه من التو ليرز التانيين. يعني ممكن انا اشوف في مشكله حاصله في السيستم مشابه بالظبط ابريدكت انها هتحصل هنا قبل حتى ما الانبوت يوصل لي بانها ممكن تحصل. طبعا يعني هي دي كانت الجديد اللي عندي ان انا بحاول اديتكت الاتاك او اديتكت الثريتس اللي موجوده عندي بدري. تمام. فده اللي كان التجديد اللي عندنا في اللي هي الفيزيكال سكيورتي لاير. وده عملت له فعلا ابلكيشن يعني في مجرد زي بروف كونسبت كده في كيس ستادي صغيره على اي في ار كنترولر. اي في ار كنترولر عملت له ديزاين لاي في ار اللي هو اوتوماتيك فولتج ريجليتور. تمام. ده منتشر جدا ان انا بريجليت الفولتج اللي طالع من الجنريتور. تمام. طيب هو طبعا الاتاك الاساسي اللي انا بديتكته هنا. تمام. الاتاك اللي موجود في الكنترولر في دلوقتي ثريت في جميع الشغل. يعني هو طبعا ده اللي كان عشان بعمل كيس ستادي فكان لازم اركز على اتاك معين مش على كل حاجه. فالاتاك اللي موجود دلوقتي للناس كتير قوي بتحاول تدرسه حاجه اسمها تروجنز. التروجن ده انا عندي الكنترولر ده نفسه. تمام. في واحد حاطط فيه زي تايم بومب مثلا بعد وقت معين تعمل تغير الفانكشن بتاعته او مثلا بتريجر معين يغير الاوبريشن بتاعتي. تمام. فهنا انا كنت بتكلم على الاتاكس اللي موجوده جوه كنترولر ذات نفسه. تمام. فجيت قلت ان انا عندي لو كنترولر ده حاطط فيه التروجن ده، التروجن ده طبعا بعد وقت معين هيشتغل ممكن يغير الاوبريشن. لو ما عنديش خلفيه او ما عنديش الموضوع اللي هو حته البريدكشن دي ممكن الكلام ده ياثر على الاوتبوت بتاع الجنريتور يحرق المولد او يوقعه او يقلل الافشنسي بتاعه. تمام. فطبعا طبقت الكلام ده على نوعين من الكنترولر، نوع منهم اللي اسمه بي اي دي كنترول والنوع الثاني اللي هو اللي اسمه ال كيو ار كنترول سيستم. عملت الاثنين، حاولت اعمل الاثنين المودلز وعملت السيستم اللي فات ده عملت له ابلكيشن على التو كنترولرز. طبعا يعني عملت مجرد بس كده زي سيميليشن او بروف كونسبت سيميليشن. تمام. وشفت اللي بيحصل هو فعليا انا اللي عندي الكيرف الازرق ده. الكيرف الازرق ده الشكل بتاع الريسبونس بتاع السيستم الحقيقي بتاعي. السيستم الحقيقي ده لو جيت بصيت عليه هو المفروض ان الاوتبوت بيحصل له ستابيليتي، بيخش في الاستابيليتي بعد وقت معين وينتنه ستيبل. طب طول ما غيرتش الريفرنس انبوت. تمام. جيت انا بقى حطيت اتاك بيغير الكلام ده، خلى الاوتبوت يحصل فيه طبعا يعني مره واحده بيسموها ابروبت تشينج زي كده ممكن يحرق الجنريتور. تمام. زي ما احنا شايفين ده كده الاوتبوت الحقيقي اللي هو الخط الكيرف الازرق. لو جينا بصينا انا هنا بالكيرف الاحمر ده اللي هو بريدكتيف كنترولر بتاعي قدرت اديتكت الكلام ده هيد اوف تايم بدري جدا قبل ما يحصل في الحقيقه. يبقى انا معناها ان انا عملت له ديتكشن من هنا ممكن مجرد ان انا اسويتش للباك اب كنترولر اللي انا كنت حاطه فوق. تمام. يبقى انا كده عديت المرحله بتاعت الخطر. ممكن بعد كده لو اتاكدت ان الكلام ده هيبقى مظبوط ارجع تاني لنفس الكنترولر. طبعا هنا في عندي تو كيرفز، واحد اخضر وواحد بالاحمر. الواحد الاحمر ده تمام انا هنا بعمل سينكرونايزيشن او اللي هو بسينكرونايز بين التو ستيتس كل 10 تي، كل تي ايكوال 10. هنا بعمل سينكرونايز الكيرف الاخضر بعمل تي سينكرونايزيشن دي كل تي ايكوال 1 سكند. مثلا هنا تي ايكوال 10 تي ايكوال 1. طبعا تي ايكوال 10 ما دام انا ما بعملش سينكرونايزيشن يبقى انا السينكرونايزيشن بيريست. لكن لو يعني فانا لما اعمل سينكرونايزيشن كل 1 سكند بريست، فعشان كده نلاقي ان بيحصل الكيرف ده بيتكرر كتير الفريكوانسي بتاعته كبيره. دي اللي هي دي هنا بالنسبه للي هو تي ايكوال 10 سكند بريدكتيف ويندو. دي جيت رحت قايل ان انا هنا عندي عملت بريدكشن بعد كده حصل ريسيت فعملت بريدكشن مره ثانيه قبل برضه ما الاتاك الحقيقي يحصل. تمام. يبقى انا هنا في بارامترز كمان معايا ممكن اغير فيها على حسب اللي انا محتاجه. طبعا عملت الكلام ده بالنسبه للاثنين كنترولرز اللي انا كنت حطيتهم قبل شويه. تمام. وفي الحالتين اثبتت ان انا السيستم بتاعي بيديتكت الايرور قبله. طيب ماشي اتفضل. طيب ده كان قبل ما نخلص ممكن ان انت كمان تعتبر الفازي كنترولر والسيميليتور بتاعه عارفين النون لينيرتيز والاكيورسي في الجزء بتاع اللي هو السيميليتور بالك ان هو يبقى فازي كنترولر يعني تغلب على النون لينيرتيز. نمره 2 ان انت لو عندك كنترولرز كومبليكيتد قوي
ده بيسمبليفاي الموديل جدا. فاهم ازاي؟ ما بقاش بقى ايه في حاجات صعبه، لان هو الفازي كنترول وسريع كمان، عمليه السرعه بيتغلب على النون لينيرتي واسهل جدا في السيميليشن. فاهم ازاي؟ يعني كجزء كده سهل يعني بالنسبه لنا. انا كويس يعني الواحد يكتسب مصاريف. في استراتيجي بتاعت السيستم دوت لو يتقدم يعني، او ايه التارجت اللي احنا ممكن نتارجته، ايه نوعيه الفند اللي احنا ممكن نقدم البروبوزل دوت ليه؟ احنا بنحاول ان احنا نخرج من عباءه الريسيرش فور ريسيرش، فبنحاول نقدم السيستم دوت كريسيرش مع برودكت. فالبوتنشال كاستمرز بتاعت الانفستور اللي ممكن يكون بارتنر لينا لو كانت الريكويرمنت بتاعت الفاندنج ايجنسي مثلا كده، زي مثلا ايتيدا كاكزامبل، ممكن تكون وزاره الكهرباء والطاقه، الجامعات اللي ممكن تستفيد من المعلومات اللي ممكن نستخرجها السيستم دوت من خلال البي اي ال، والسيمانتكس اللي ممكن تعملها اكستراكشن من الجريدز اللي ممكن تكون بتتامن من خلال الديفنس بلاتفورم دوت. انترناشونالي ممكن نضيف عليها برده كتير جدا من الانفستورز اللي ممكن يكونوا انترستد في الريون انرجي. الترند العام حتى لوكالي جوه البلد بتاعتنا دلوقتي احنا رايحين ناحيه الاتجاه دوت نتيجه مشكله الانرجي الموجوده عندنا في مصر، علشان نحققها فعلا بشكل افيشنت ونستغل الانفراستراكشر المتاحه. اعتقد سمارت جريد هو السوليوشن الوحيد، و السكيورتي ديفنت هتكون يعني بروبلم كبيره، اللاك اوف كوبريشن والشيرنج للانفورميشن ما بين حتى الجريد وبقيه الايجنسيز اللي ممكن تكون اوبريتد برضو من نفس الحكومه، دي مشكله وديزاستر ضخمه جدا جدا. اعتقد ان احنا ممكن نقدم لها حل مش بطال. الديليفرز اللي بيقدمها السيستم بتاعنا دوت مجموعه من الموديولز سواء كانت سوفت وير او هارد وير لما بتتجريت مع بعضها بتمثل السيستم اللي كانوا شرحه، وكتير منها ممكن يعتبر انديفيدوال كومبوننت برودكت لوحده ممكن يتم تسويقه. على ليفل السي اس ال لير مجموعه من السوفت وير باكجز، موبايل ايجنت فريم ورك فور داتا كولكشن اناليسيس مانيبيوليشن اند كنترول، الميدل وير سوفت وير بفاسيليتيت الديبلويمنت بتاعت جينيريك موبايل ايجنتس في الغالب هتكون جافا بيست، فريم ورك تو فاسيليتيت انتروبيليتي كولابوريشن اند شيرنج نوت اونلي اون ذا ديفنس برسبكتيف بات اولسو ذا اوبريشن برسبكتيف. على البي ال بي ام لاير ممكن الدكتور باسم يقول جزء. طيب ان شاء الله احنا هنعمل سوفت وير موديولز للانتليجنت تكنيكس للسوفت وير ريزوننج. هنقدر احنا برضه نوفر بروفايلنج موديل للبريزنتد داتا سيمانتكس والرو داتا، وهيبقى في كوميونيكيشن فريم ورك هيحدد ازاي ممكن كوميونيكيت مع ديفرنت. يعني لان انا برضه بقول ان المقترح بتاعنا ان البي ال اي هتعتمد على ديستريبيوتد سيستم، يعني السيستم هيكون فيه اكتر من ايجنت بيتكلموا مع بعض، وبالاضافه مع الكوميونيكيشن مع الاذر لايرز هيبقى برضه كوميونيكيشن مانجمنت فريم ورك. وفي الاخر برضه هنوفر ان هيبقى قبلي بيهافير مودلز اللي هي بتاعت بتوضح لي الكلاسيفيكيشن، ممكن عن طريقها اقدر اكلاسيفاي الديفرنت كومبوننتس وزمبلا كان كلاسيفاي البيهافير بتاعتهم. وكل ده طبعا المقترح ان انا ممكن البيهافير مودل دي تبقى في الاخر تقدر تو بي يوزد فور اذر يعني ستاديز، لو حد عايز مثلا يدرس نوع معين من سمارت جريد، نوع معين من اللودز او من كاستمرز او حاجه زي كده، فدي هتفيد في الكوبارتيف ستاديز برضه في حاله الريسيرش. جربت معلش جربت انت ان هو يبقى في ايجنتس في الموضوع ده، ولا كنت قلت عملت تجربه يعني كانت سيميليشن على 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 نيتف سيميليتيف تول سيميليشن تول، لكن كان في ايجنتس؟ لا يعني انا استخدم ايجنتس انت فين؟ في الشغل دي ام في ايجنتس؟ لا في ايجنتس في السي اس ال، هو السي اس ال لما اتبنى واتعمل له بروتوتايب فعلا ايوه كان بيستعمل تكنولوجي مختلف عن الايجنتس اللي هي السايبر اللي هي السيلولار اركتكتشر، كان بيكبسوليت السنسورز والافكتورز الفيرتشواليزيشن كابسولز، بس دي تو كومبليكيتد في البروجكت زي ده، فاحنا بسطناه واستعملنا الموبايل ايجنت مبدئيا عشان بس الفاست اند ايزي ديبلويمنت. السي اس ال بس هو كان بس هو بقى دي اللي هو البرين بتاع اشتغل على المات باور. ما هو دي كانت دراسة دي كانت يعني ما عملتهاش كايجنتس جوه البي ال
بيالي. لا يعني هي الحاجات دي محتاجه نترك فيها على سيميليتد اكتر يعني محتاجه اكتر منها تيست بيت والله يا ريت تيست على الليفل بتاع السايبر ده سهل ان هو يعني هتفضل المعلومه هي هي عامل الامبلمنتيشن لازم العدد بس ما كانش كبير ما هي بالظبط هي البروتوتايب لا اكسبتبل يعني كده الرينج بتاعها مش بطال السيميليشن كانت ممكن تبقى سكيلبل قوي كان انما بالنسبه للكتست نتيجه طبعا الريسورسز اللي كانت متاحه في الفتره ديت كانت على السايبر دومين فقط انا سيميليشن تول جبت التو راوتنج نودز وعملت عليهم الاستخدام يعني الراوتنج فانكشن بتاعت السيماتيك ريسبون. طيب بالنسبه للبي اس ال لير احنا الدليفرز بتاعتها يعني هو في الاخر انا بطلع المفروض هاردوير موديولز هاردوير سكيورتي موديولز تاتاتش لل فيزيكال كومبوننتس تمام فاحد الدليفربولز ان انا اعمل الكلام ده على بروتوتايب على اف بي جي اي وابلاي مثلا للسيستم زي اللي انا عامله زي الاي في ار ده يبقى انا عندي رير امبلمنتيشن للكلام ده تمام وفي نفس الوقت ده للاسف يعني دلوقتي مش كفايه في عالم السكيورتي او في عالم عموما الهاردوير ديزاين تمام عشان هاردوير ديزاين مش زي سوفت وير ديزاين اغلب الناس بيحبوا حاجات دي اوتوميتد انت اديتني فكره تمام اعمل لي برنامج تعمله تمام فده احد الدليفربولز الثانيه ان احنا عايزين نجريت كات تول تمام تطلع لي الهاردوير سكيورتي موديولز بيست مثلا ان انا اديها السبيكس بتاعتي او المودلز بتاعتي ادخلها كانبوت تمام تطلع لي منها الكلام ده كسكيورتي موديول تمام طبعا الاوت كام ده يعني لو وصلنا له ده بيفرق كتير جدا مع حتى الجماعه اللي هم بتوع البراكتس اللي هم بتوع الاندستريال بالظبط الفاندنج يعني ده من اكتر الحاجات اللي بتفرق معاهم تمام طبعا في الاخر برضو انا عندي هيبقى في عندي زي اوبريتنج سيستم صغير محتاج ان انا اتعاون مع التول هيرز التانيين فهنعمل زي ميدل وير كده ميدل وير ده ينزل على الاف بي جي اي نفسها الاف بي جي اي دلوقتي اغلبها بقى فيها بروسيسورز الميدل وير ده هيبقى كل الاوبريشن بتاعته ان هو يوبريت السكيورتي كومبوننتس وينترفيس مع التول هيرز التانيين بحيث ان انا اخد برضو منهم الفيدباك او الاوامر بتاعته تمام فيبقى احنا الثلاث دول حاجه بتتحرك تمام فبتقدر تاخد انفورميشن هو اساسي على السي اس ال هي اللي هتاخد بس هي بتاخد الكلام ده بتنقله لللايرز الثانيه تمام سواء سي اس ال او بي بس الحقيقه كونسبت الفراكشنايزيشن للسيستم ككومبوننت صغيره بيسهل التفكيك وبيفتح مجال اسهل لايجاد اندستريال بارتنر وتش از ا بيج ديل يعني خلينا بيع في الموضوع ده نفس الكونسبت خلاص احنا ده ايه ماشي بيه في كل بص هندور على ايه يمشي في بلدنا هنعمل ايه هات اندستريال ان شاء الله شكرا للحاضرين شكرا ان شاء الله وشافوا انه الانتجريت زي ما انا قلت يعني الانتجريشن بتاع انا رايح لهم على فكره قبل ما اطول وقت كده فهو عندنا لازم نشوف طريقه الكلام فاحنا دلوقتي في بعض الابلكيشنز اوت اوف ذس وورلد اي وونت هل في احد الابلكيشنز دي او بعضها تم فعلا تركيز الكلام على سامبل سيستم جزء من النتورك مثلا وبعدين حطيت الديزاين ستيبس بتاعت الديفرنت لايرز دي وبعدين عملت شويه سيميليشنز او شيء ويو سيميليت ايفنتس معينه وشفت وده وردوا عليا وحاجه وبتاع كل لاير لوحدها ما هي الانتجريشن دوت الميموري الرابعه ان شاء الله هي هتبقى شورت الابلكيشن بس طبعا هي محتاجه وقت كبير ومحتاجه ريسورسز محتاجه ريسورسز يعني هو ريسورسز عشان تجيب ريسورسز انت مش كامل بالظبط يعني واحنا كان اصلا جزء اساسي ان احنا لينا من البيبر واحنا بنكتب بروبوزال لان احنا فيدباك طب انتوا عندكم ما عندكمش بيبر عن السمارت جريد سكيورتي مع ان احنا اصلا اغلب كان شغلنا عن حاجه اسمها السايبر فيزيكال سيستم سكيورتي بس لا طب خلاص ادي سمارت جريد سكيورتي بيبر زي ما فقلنا حاجه برضو هتزق معنا شويه بس في نفس الوقت يعني ايه احنا شايفين يعني ان شاء الله يمكن الخطوه الجايه علشان اقدم سيستم بالسكيل الكبير ده صعب ان احنا يتنفذ هنا في مصر
تمام؟ فاحنا بنفكر ان احنا نعمله على سكيل اصغر شويه، على سكيل مثلا باور بلانت واحده فيها نتورك وفيها كل حاجه، بس يبقى انا اقدر حاجه فعلا اقدر اعمل لها تيست بيت. تمام. السؤال تاني برضه عشان نوصل الفكره للناس اللي بتيجي تسمع يعني ونوريها، هل ممكن تعمل على سكيل مشروع بكالوريوس؟ مشاريع بحيث ان هو الانتجريشن ده يمثله على مشروع معين؟ هو وده لو اتعمل عايز اقول يعني الخص القصه كلها على تكامل محتاج سينكرونايزيشن كمان بين الاقسام. هي برضه في الاخر برضه هو يتعمل، بس المشكله في ايه؟ المشكله في المشكله في الريسورس برضه، ما هو محتاج ريسورس هي نفس الفكره. اعتقد حدود الريسورس اللي مشروع الريسورس ده تكنيك كده مش كده الربط بين الثلاثه هو البروجكت ده، وبعدين انت محتاج الكمبيوتر والكهرباء وفتاز حرب الزمن بين الاقسام دي. انا عايز ناس محتاج كمبيوتر وكهرباء، ما ينفعش ناس كهرباء مش كفايه، عايز كمبيوتر وعايز كهرباء واحد كبير باور واتصالات وكمبيوتر ثلاث حاجات في المشروع. بس ازاي ده ممكن يشتغل في حته كده؟ ممكن يبقى ويشتغلوا معاهم يعني. انا بقول المشروع ممكن يكسر الدنيا، انا بقول المشروع ممكن يكسر الدنيا. مفيش حاجه انا شايف بتتعمل بهذا الشكل يعني، ممكن خصوصا لو كل لعب دول تعمل بشكل كويس. هو زي ما الدكتور هاني يقول ممكن تبقى في بس تنسيق الاول مع دكاتره، يعني مثلا ايه دكتور منباور يبقى ادي دكتور منباور طبعا يعني انا بتكلم بس جنرال يعني فكره التعامل، ودكتور من كمبيوتر او دكتور من كهرباء او اكتر، بحيث الاول بس يبقى هم الدكاتره هو الاول في عندهم قناعه الاول، وبعد كده الموضوع ده هيبقى المشكله الحاليه اللي دفعه السنه الجايه الدفعه مش جاي في وقته. يعني ممكن يستوي شويه مش جاي في وقته، بس ممكن عبال ما ده يحصل ويبقى الدفعه كويسه يكون فند كافي يشتغلوا فيه بالظبط، يبقى في ريسورسز اكتر ممكن الناس تشتغل كونسبتس قوي للناس. وطبعا في الاخر بتعمل كل التفاصيل دي، انت هتحتاج بس تنفذ كل حاجه بسكيل صغير. ما ده اللي احنا اتكلمنا فيه فعلا في اللاب، خلينا نحطها برضه في بالنا ان شاء الله. يا ريت والله بالتوفيق بالتعاون ان شاء الله.